جبتلك حقك يا بنت. واخيرا قصد الاستطار على جريمه قتل شيماء جمال. عدى سنتين كاملين على جريمه قتل المذيعه شيماء جمال على ايد زوجها القاضي السابق للمجلس الدولي ايمن حجاج وصاحب المقاول حسين محمد. واخيرا محكمه النقض حكمت بحكم نهائي غير قابل للطعن بتأييد حكم الاعدام الصادر عليهم قبل كده. نرجع لتفاصيل الجريمه اللي حصلت سنه 2022 وعملت ضجه كبيره وقتها، والتحقيقات وقتها كشفت ان زوج شيماء جمال قرر انه يتخلص من شيماء بعد ما هددته انها تكشف جوازهم للعلن وتعلن تفاصيل خاصه به وساومته على الكمين بس بمقابل مادي. وده حل رئيس مجلس الدوله السابق يتفق مع صاحبه المقاول حسين محمد انه يساعده على قتلها بمقابل مبلغ مالي بوعده بيه، والمتهمين اتفقوا واجروا مزرعه بعيده علشان ينفذوا جريمتهم البشعه. وفعلا راح جوزها واقنعها انه اشترى لها مزرعه وانها لازم تشوفها، وهم كانوا مجهزين ادوات الحفر وسلاسل وجنازير وكيوت حديديه، ومش بس كده ده كمان مواد كيماويه علشان يشوهوا الجثه بعد ما يقتلوا. وبالفعل ده اللي حصل، حفروا قبر ليها وكتفوا بالسلاسل والجنازير وشوهوها بالمواد الكيماويه، وقدرت قوات الامن انها تقبض عليهم بعد 20 يوم من اختفاء، وبمواجهتهم اعترفوا باللي عملوه وتم الحكم عليهم بالاعدام، وده اقل واجب بعد الوحشيه اللي عملوها. مستنيين تعليقاتكم في حلقات جايه كتير واسرار جايه اكتر على مباشر من مصر. اعداد وتقديم سالي حمدي.